مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. هذه هي متعه كره القدم، الاجواء المشتعله في المدرجات. كل شخص يتمنى ان يكون من بين هؤلاء المشجعين، ان يكون جزء من هذا الجنون. اين انتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الاجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. وركلة البداية، رايان جيجز يحاول أن فرصة للتسديد. كرة طولية إلى الأمام، الكرة ملعوبة من مسافة. رايان جيجز اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. كرة ممتازة، فرصة للتسديد، تسديدة، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. كرة لا يمكن أن تضيع. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. تحرك جميل بالكرة، ينجح في المرور، هذه فرصة خطيرة، يسدد الكرة، يلعب كرة. يا إلهي، هدف، قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كورة. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة. من تسديدة في اتجاه المرمى، أخطأ لكنها مرت بسلام. باتريك فييرا، يحاول على الطاير. هدف آخر، تألق كبير، يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. إيمانويل بيتي، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تلعب الكرة إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة رايان جيجز، والكرة في شباك.
يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. بهذا الكم من الأهداف بهذا الفارق أصبح العودة بالنسبة لرايان جيجز. تسديدة بعيدة عن المرمى، مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. كرة من جهة اليمين، ينجح بيركام. فرصة خطيرة من لعبة جميلة جدا من الطرف، كان تحت رقابة كبيرة جدا، عمل دفاعي رائع في مباراة اليوم. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ باتريك فييرا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول تمريرها رايان جيجز. رايان جيجز ينطلق بشكل جميل بالكرة. يلعب كرة على اليسار. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. يمد قدمه ويقطع الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. لمسة بينية. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة خطيرة، بيركام ينقذها حارس المرمى. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. كرة طويلة للأمام. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. يلعبها لمنطقة الخطر. لاعب في الأمام في مكان التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، مثل هذه الكرات
لا يمكن أن تأذي الحارس، لا يمكن أن تزعج حارس المرمى إطلاقاً. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمر يلعب كرة بينية. إيمانويل بيتي، باتريك فييرا. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. إيمانويل بيتي، بيكام يتسبب في خطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. عدت الكرة، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يلعب كرة على اليسار، لمس بيركام. لعبة جميلة من كرة عرضية، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. إيمانويل بيتي، دينيس بيركام. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يستعيد الكرة مرة أخرى، استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. قد تكون هذه فرصته. تحكم مذهل بالكرة. فاتت ومرت وصلت إليه. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. باتريك فييرا، رايان جيكس يلعب كرة بينية، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. والتسديد، تسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيمن لكن أيضا لم تشكل خطورة كبيرة. يدرك جيدا أنه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة، لكنه في الأخير فشل. كرة إلى الأمام، يفقد توازنه. كرة طويلة للأمام، يلعبها إلى الأمام. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعبها طويلة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يحاول أن يلعب كرة بينية، يمسك الحارس بالكرة. كولز، انتهت المباراة. سيطرة كاملة لفترات متواصلة في هذا اللقاء، استفادوا أيضا من الفرص المتاحة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها.
ترجمة